للهروب وجهاً لوجه قتال بلا حدود وحدثكم بكاس بيت وجه وتقلوب راحب الاستسلام وقدوة الصمود وقاتل بالحروف كما أقاتل بالسيوف قوات الرامي نياضة تحت كل الظروف تاريخها إسلامي سلامها إسلامي ولبسها إسلامي ودينها إسلامي لمن يريد منكم أن يتحدى يتحداني بقوة الرامي سوف يعاني في القتال لا أهاب من يكون أمامي المركز الأول ولا أرضى بالثاني تنافس شريف في البطولة وكل يجب تضرب كل حماس الجولة الأولى هيا هلموا هيا هلموا تجمعوا هنا الأبطال اليوم سوف يتقاتلوا بالروح الرياضية سوف يتنافسوا مارسها أجدادنا وهذا يجعلها قلب ينبض في تراثنا ومع مرور السنين وصلت أجيالنا وسوف نعلمها بدورنا أيضا أحفادنا لنا ندافع عن نفسي برياضة إسلامية مدمج فيها جميع الفنون القتالية صممت من أجل حماية الدين بالاختصاص مخترع هذه الرياضة الكابتن وليد قصاص لك تحية وأيضا تحية للكابتن محمد نوح رئيس اللجنة السعودية سلام لا رجوع لا مجال للاستسلام تقدموا نحو الأفضل وتقدموا للأمام وإذا نسى هذه الرياضة جميع الناس فسوف يعيدها بجهده محمد عباس برعاية سبورتك وكول جيم بترجي ويقطان فلتبدأ البطولة يا فرسان كيف لعبة تدرب الدفاع عن الناس؟ أحامي نفسه وأحامي غيره وأحامي كل أخوانه وكل اللي أعرفه. طيب أنت تستخدم الدفاع عن نفسي عشان تشطر على الناس ولا عشان تساعد الضعيف؟ أساعد الناس وأساعد اللي أشوفه ما وأمنع الناس اللي يضربون بعض. طيب ممتاز. أنت تتمرن هنا في النادي ده أي حاجة تربية فكرية وتربية أخلاقية ولا بس بتتعلم كيف تصير قوي وتضرب؟ برضو في المذاكرة ذاكر زي الناس وساعد قوة النظر وزي كده. يعني انت بتستفيد اخلاقيا من هذا وانت بترمي الزبالة في الشارع؟ لا ابدا صراحة لا.